لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. باب الإخلاص وإحضار النية، هذا أول باب بدأ به الشيخ كتابه المبارك، وهو باب الإخلاص. والإخلاص هو التوجه إلى الله عز وجل بالعمل وابتغاء مرضاته تبارك وتعالى وحده، أن يتوجه العبد بعمله لله عز وجل ويقبل عليه، لا يريد إلا وجهه إلا وجهه. والإخلاص شرط لقبول الأعمال كلها، وشرط قبول الأعمال الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه، موافقا للشرع الذي ارتضاه. والإخلاص أساس الأعمال، أساس الأعمال، وهو أمر عظيم وشأنه جليل. ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص ويجعل عملنا خالصة لوجهه. فيقول باب الإخلاص وإحضار النية، إحضار النية، أن تكون، أن يستحضر العبد نيته في عمله. والمقصود بالإخلاص هنا أو النية هنا نية التقرب إلى الله عز وجل، كما سارد في معاني النية. النية بمعنى الإخلاص، أي النية بمعنى التقرب إلى الله عز وجل بالعمل، وسيأتي بيانها، لأن النية لها معنيان: معنى التمييز، أي التمييز بين العبادات، كيف تميز عبادة من غيرها، يكون هذا بالنية، وهذا ما يستعمله الفقهاء ويتكلمون فيه، انتبه معي. فالذي يميز بين ركعتي الفجر النافلة والركعتين الفرض هي النية، هذا التمييز. والنية بمعنى التقرب، وهو الإخلاص، أن يتقرب بالعمل لله عز وجل وحده، وهو المقصود هنا. يقول باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية، أي أن العبد مطالب أن يخلص نيته لله عز وجل في أعماله وأقواله وأحواله، انتبه معي، البارزة والخفية، الظاهرة والباطنة، أن يكون متوجها لله عز وجل بعمله. يقول: قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الآية دليل على وجوب النية في العبادة كلها، سواء كانت مقصودة لذاتها كالصلاة، أو كانت وسيلة لغيرها كالطهارة. الطهارة وسيلة للصلاة والعبادات، شرط للعبادة وسيلة لها. العبد مطالب أن يخلص النية في جميع عباداته، سواء كانت هذه العبادة مقصودة لذاتها، مقصودة زي الصلاة، أو وسيلة زي الطهارة. وذلك لأن الإخلاص لا يتصور وجوده بدون النية، بدون النية. وده مذهب الجمهور، وهو الحق الذي لا ريب فيه. فانتبه معي، فالآية دي دليل على وجوب الإخلاص في الأعمال كلها، وجوب النية في العبادات، نية في العبادات. طيب: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والحنفاء يعني جمع الحنيف، هو المائل عن الباطل والملل الباطلة إلى الحق، إلى التوحيد. المائل عن الملل الباطلة كلها إلى الحق، والحق هو توحيد الله عز وجل. فالحنيف هو المائل عن جميع الأديان الباطلة إلى دين الإسلام، وجميع الأديان باطلة إلا الإسلام، فهو الحق وحده. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه الآية كما قال ابن جريج
كان أهل جاهليتي ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم البيت اللي هو الكعبة ماشي، فنحن أحق أن ننضح، نحن نفعل هذا. فأنزل الله هذه الآية، والمعنى يتقبل الله ذلك ويجزي عليه. انتبه معي ان العبرة ليست بنضح الدماء او لا، انما بتقوى الله، بان تقصد الله عز وجل بعملك وان تخلص النية فيه لله عز وجل. وقال تعالى: قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله. وعن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته، رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برتزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث العظيم، حديث النيات، انتبه معي. وطبعا لم يروه من الصحابة إلا عمر رضي الله تعالى عنه، ثم رواه خلق كثير، وهو مثال الحديث الغريب المطلق، غريب في أصله. لم يروه من الصحابة إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم رواه العدد الجم والغفير. هذا حديث عظيم، حديث عظيم. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال أي صحتها وكمالها متوقف على النية، متوقف على النية. انتبه معي، الأعمال متوقفة على نيات أصحابها، نيات أصحابها، عمل متوقف على النية، والنية شأنها عظيم. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أن الإنسان إنما يحصل من الأجر على قدر نيته، على قدر نيته. والنية شأنه عظيم، يبلغ المسلم المؤمن بنيته ما لا يبلغ بعمله. انتبه معي، ورب عمل عظيم حقرته النية، ورب عمل صغير عظمته النية، حتى قالوا: نية المرء خير من عمله. فالنية شأنه عظيم. انتبه معي، فإنما الأعمال بالنيات أي متوقف أمرها حيث الصحة والأجر على النيات، على النية. وإنما لكل امرئ ما نوى، ليست الجملة الثانية مطابقة، لا، لما دي تحمل معنى ودي تحمل معنى. والأجر أجر العبد في عمله بحسب نيته فيه. إذا أخلص النية لله عز وجل ونوى به وجه الله تبارك وتعالى، انتبه معي، حصل أجر النية على تمامه. يقول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله، وقعت إلى الله ورسوله، وقعت أجره فيها على الله عز وجل ما دام قد هاجر ابتغاء مرضات الله. والهجرة ثلاثة أقسام كما يقول أهل العلم: هجرة مكان، وهجرة العمل، انتبه معي، هجرة ثلاثة أقسام: هجرة للمكان للانتقال من، وهجرة العمل، وهجرة ثالثة هجرة العامل، هجرة العامل. هجرة المكان هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، انتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، وكانت كالهجرة من مكة إلى المدينة، إلى المدينة. وهذه الهجرة كما قال القاضي عياض ونقل اتفاق العلماء على وجوب الهجرة من مكة إلى المدينة قبل الفتح، قبل فتح مكة يجب على أن يهاجر من مكة إلى المدينة، ويجب عليهم أن يقيموا في المدينة نصرة لله ورسوله مع النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما حدث الفتح. فانتهت هذه الهجرة من
مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام، وبقيت الهجرة من دار الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة في حق من لم يستطع أن يقيم دينه وكان قادرا على الهجرة، وكان قادرا على الهجرة، بقيت واجبة إلى يوم القيامة، أن العبد يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام إذا لم يتمكن من إقامة دينه، و يعني كان قادرا على هذه الايه الهجره، هذه الهجره. طيب، فمن كانت بقى هجرته هذه الى الله ورسوله، هجرته من هاجر ابتغاء مرضات الله عز وجل ونوى بالهجره التقرب الى الله، فهجرته الى الله ورسوله. طيب، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها، قال فهجرته الى ما هاجر اليه. وانظر هنا ما قالش بقى، لم يعد الايه الامر على لدنيا او امراه، ليه؟ في اشاره إلى أن الأغراض والمقاصد من دون الله عز وجل كثيرة، قد يهاجر لدنيا يصيبها، وقد يهاجر لامرأة ينكحها، وقد يهاجر لرياسة يصيبها، وقد أغراض الدنيا كثيرة. انتبه معي، الأمور البعيدة عن قصد الله والتوجه إلى الله عز وجل بالطاعة كثيرة، قد تتعدد. عشان كده قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي أيا كان الغرض الذي هاجر إليه، ما دام أنه لم ينوي بهذا الأمر الله عز وجل، فهجرته إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الذي هاجر إليه. أما الذي قصد بعمله وبهجرته الله ورسوله، فهذا هجرته تقع خالصة لله عز وجل، تقع خالصة لله تبارك وتعالى. وطبعا بعض الإيه الروايات إن كان هذا سبب، أو رجل هاجر لامرأة تزوجها كان اسمها أم قيس، فكنا نسميه مهاجر أم قيس، وإن كان لم يثبت، لكن المعنى ثابت، إن من هاجر لغير الله ورسوله فهجرته إلى، ومن عمل أي عمل لم يخلص فيه فهو كما يعني إيه، فهذا العمل لا يفيده شيء، لا يفيده شيئا، لأن الله تبارك وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. والله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا ولم يبتغى به الا وجهه. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ارايت الرجل يغزو يريد الاجر والذكر فماذا له؟ كما سياتي الحديث حسبهما، قال: لا شيء له. ثم قال: ان الله لا يقبل العمل الا ما كان له خالصا ولم يبتغى به الا وجهه. ولذلك الاخلاص عزيز وامر عظيم، وينبغي على المرء ان يتحرى وان يجتهد في تحقيق الإخلاص، انتبهوا، ولأن عمله وأجره وصحة هذا متوقفة على إخلاصه لله عز وجل، على إخلاصه لله تبارك وتعالى، فينبغي بذل الوسع التحري في هذا. وأمر النية شأن عظيم، حتى قال العلماء، قال بعضهم: وددت أن هناك من تخصص في النية. انظروا لماذا؟ لأن النية تتقلب، ولذلك قال سلفنا: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، فإنها تتقلب. أمر النية وشأنه عظيم، ينبغي أن نحرص وأن نجتهد في تخليص النية من الشوائب، من شوائب الرياء، انتبهوا معي، وغير ذلك مما ينافي الإخلاص، وأن حتى يكون العمل خالصا، خالصا نقيا صافيا، ليس فيه شائبة تشوبه، انتبهوا. فهذا أمر في غاية الأهمية، والكلام في حديث النية يطول، لكن احنا وعدنا أن يكون شرحنا مبسطا. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسيت أن أتكلم في أمر الهجرة وأعود له، فقلت الهجرة عندي النوع الأول من الهجرة، اللي هو هجرة الهجرة الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، وبينت أنها واجبة، وكانت في مكة، من مكة واجبة من مكة إلى المدينة، ثم يعني انقطعت بقى الهجرة من مكة إلى المدينة بالذات، لأن مكة صارت دار إسلام بعد الفتح، بعد فتح مكة، وبقيت الهجرة إلى يوم القيامة واجبة في حق من لم يقم من دار الكفر إلى دار الإسلام، في حق من لم يستطع أن يقيم دينه وكان قادرا عليه. النوع الثاني من الهجرة، هجرة الإيه العمل، هجرة العمل، هجرة العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الهجرة الواجبة على كل مؤمن، أن يهاجر ما نهى الله عنه، أن يهاجر ما نهى الله عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. انتبه معي، من هاجر ما نهى الله عنه، وهذه واجبة في حق المسلم، أن يهجر
كل عمل نهى الله عز وجل عنه أن يجتنب ما حرم الله تبارك وتعالى، أن يهجر كل عمل نهى الله تبارك وتعالى عنه، وهاجر من هاجر أو من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. هجرة العمل أي أن تهجر الأعمال المحرمة وتجتنب هذه الأعمال. النوع الثالث الهجرة هجرة العامل، هجرة العامل، انتبه معي ازاي؟ فإن العامل قد تجب هجرته أحيانا كما قال أهل العلم، مثل إيه؟ مثل هجرة العاصي، هجرة العاصي المجاهر بالمعصية إذا كان لا يبالي بالمعصية، فتشرع الهجرة في أن يهجر إذا كان في ذلك مصلحة وفائدة، إذا كانت هناك مصلحة وفائدة فترتب على هجر هذا العاصي، ها؟ هجر هذا العاصي، هجر هذا العاصي، انتبه معي، يعني إذا كان سيهجر فيراجع نفسه ويكون هذا زجرا له فيتوب إلى الله تبارك وتعالى شرعت هجرته هذا الإيه؟ هذا العمل. وضابط هذه الهجرة هي المصلحة والموازنة بين المصالح والمفاسد. إذا كانت هناك مصلحة في هذا الهجر، إذا كانت المفسدة ستزيد وسيزداد عصيانا وفجورا، لا، انتبه معي، هي دائرة على الموازنة بين المصالح والإيه؟ والمفاسد. كان عندي الهجرة دي كما ذكرت ثلاثة إيه؟ أنواع. عندي بقى هجرة ممنوعة، وهي هجرة المسلم فوق 3 ليال لغير عذر. لا يحل إيه؟ كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواق ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، هذا لفظ البخاري، متفق عليه يعني اتفق البخاري ومسلم عليه، ودي أعلى درجات يعني إيه أن يتفق البخاري ومسلم على الحديث. طيب هذا لفظ البخاري، أي لفظ ده لفظ الإيه اللي ذكره البخاري رحمه الله. يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بيداء من الأرض، بيداء يعني إيه الأرض الملساء التي لا شيء فيها، لا شيء فيها زي الصحراء بس تكون ملساء. يخسف بأولهم وآخرهم أي يخسف بهذا الجيش كله، انتبه هذا الجيش كله. قالت: قلت يا رسول الله، تعجبت السيدة عائشة، قالت: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، أسواقهم عامتهم السوق منهم الذين ساقوهم وهم لم ينووا غزو الكعبة ولم ينووا كذا، وفي بعض التفسيرات أسواقهم الذين يبيعون ويشترون لهم لا يقصدون الغزو ولا ينوون غزو الكعبة، أو يساقون وليس أو مكرهون، لا 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 أخبرك، سيقوا هكذا إكراها وحملوا على هذا إكراها، انتبه معي، أسواقهم ومن ليس منهم. قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، على نياتهم، انتبه. ليه؟ لأن العقوبة إذا نزلت، العقوبة العامة إذا نزلت في الدنيا تعم تعم، ثم يبعثون على نياتهم، ثم يبعثون على نياتهم. وهذا الحديث فيه تحذير من مصاحبة العصاة وأهل الظلم، انتبه معي. لماذا؟ لأنه قد تنزل العقوبة فتعمك معه، قد تنزل العقوبة فتعمك معه، إلا إذا كان العبد يصاحبهم إن كان دعوة لهم، بيانا لهم لمصلحة راجحة كالدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا إن شاء الله يسلم وينجو، انتبه معي. لكن أن تصاحب أهل المعصية وأن تجالسهم لغير مصلحة، غير مصلحة الدعوة، ولغير بغير إنكار عليهم، هذا أمر ينبغي أن تحذره، لأنه قد تنزل العقوبة فتصيبك وتشمله، وبعد كده تكون الإيه؟ البعث على النيات، انتبه معي، يبعثون على النيات، فهم خسف بهم معهم مع أنهم لم ينووا ذلك، لكن سيبعثون على نيات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ما
معنى هنا لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. يعني مش معنى إن لا هجرة مطلقا بعد الفتح، لا، إنما لا هجرة من مكة. لماذا؟ لأن مكة صارت دار إسلام بعد الفتح، فكيف سيهاجر منها؟ مزية الهجرة اللي هي الواردة بقى من مكة كانت قبل الفاتح. يبقى إيه؟ من هاجر ففاز صار من المهاجرين، تابع قبل الفتح. أما بعد الفتح لا. وبقيت الهجرة كما قلت من دار الكفر إلى دار الإسلام إلى يوم القيامة بشروطها وضوابطها. طيب، وإذا ولكن جهاد ونية. يعني إيه الواجب على المسلم؟ جهاد ونية، جهاد شرعي بضوابطه، جهاد الطلب وجهاد الدفع بالضوابط الشرعية. طب معي ونية، نية إنه إن لم يتمكن من الجهاد يستحضر النية، من لم يغزو أو يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. انتبه معي انه ينوي بذلك، ينوي إيه؟ واذا استنفرتم، اي طلبتم للخروج الى الجهاد. الاستنفار السين والتاء دي طلب الفعل، اي طلبتم للاستنفار، انفروا خفافا وثقالا فانفروا. وده احد انواع الجهاد اللي هي فرض عين فيها، اللي هي ايه؟ ان يستنفر او ان يستنفر الامام اناسا باعينهم، ان هو يعينهم للجهاد ويطلب منهم ذلك، لزمهم ان يجيبوا. ده الفرض ايه؟ فرض عين. وفرض عين كمان الجهاد ايه؟ الدفع. واذا داهم عدو بلاد الاسلام صار الجهاد فرض عين على كل قادر، رجلا كان او امراه، فرض عين. وكذلك النوع الثالث اللي بيتعين فيه الجهاد اللي هو عند التقاء الصفين، عند التقاء الصفين خلاص يحرم الفرار، حتى لو كان جهاد طلب واصله مستحب وخرج معهم ثم حضر الصفين ودارت راحة القتال صار فرض عين في حقي، ليس له ان يفر. انتبه معي. ويبقى الفرار من الزحف، من الزحف كبيره كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. دول الثلاث مواطن اللي فيهم الجهاد يصير فرض عين، او الثلاث وما عدا ذلك فالجهاد فرض كفايه، فرض كفايه. طيب، وعن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم، رواه مسلم. طيب، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا، ما سرتم في سير، ولا قطعتم واديا من الوديان الا كانوا معكم حبسهم المرض، اي حبسهم العذر، شركوكم في الاجر. كانوا معكم بماذا؟ بنياتهم، نووا الجهاد والخروج، لكن حال بينهم وبينه العذر. انتبه معي. وده في تفصيل ان العامل اذا كان يعمل عملا، يعمل عملا ثم انقطع عن هذا العمل، انتبه معي، لعذر كسفر او مرض، انتبه معي، وقع اجره كاملا. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، صحيحا مقيما. انتبه معي، يعني واحد يحافظ على صلاة الجماعة ثم مرض، يقع اجره كاملا كما كان يحافظ عليها مقيما صحيحا. طيب، سافر، الأجر يكتب له كما كان يصلي في الإقامة، السفر ما فيش رواتب. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثلا صلى الإيه؟ النافلة والرواتب. والرواتب فهو لا يصليها اتباع لهدي النبي، لكنه كان يحافظ على السنن الرواتب في حال إقامته. ما الذي يكتب له من الأجر؟ يكتب له أجر ما كان يفعله حال الإقامة، حال الإقامة. انتبه معي. يكتب له ما كان يعمل حال الإيه؟ الإقامة. بس ده يكون بيعمل العمل ثم انقطع. طيب، لم يكن قد عمل العمل انما نواه فقط، نواه، ياخذ اجر النيه، اجر النيه. لحديث الدنيا الاربعه نفر منهم رجل اتاه الله مالا وعلما كما اخبر صلى الله عليه وسلم، وهو يعرف حق الله في حق ويصل في رحمه وكذا كما اخبر، ورجل اتاه الله علما ويؤتيه مالا فيقول له: ان لي مالا عملت في عمل فلان. هما في الاجر سواء، اي هنا في اجر النيه وليس العمل. ازاي؟ ايه اللي خلاني اقول لك كده؟
حديث ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور بالأجور. فلو كانت مجرد النية ها ما أتوا إلى النبي وشكوا هذا، ولما دلوا من يصلى على أن يسبحوا ويحمدلوا ويقبلك وهكذا. فلما فعل سمع إخوانه قالوا سمع ففعل، قال ذلك فضل الله بما يشاء. تبي معي؟ فلو كان مجرد النية تجعل المرأة ينال أجر النية والعمل لما كان في الأمر مشكلة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، انتبه، إنما هنا أجر النية فقط. أما إذا كان شرع في العمل أو بيعمل العمل ومحافظ عليه وحال بينه العذر بينه وبين العمل، فهذا الذي يقع أجره كاملا، يقع أجره كاملا. أما إذا لم يكن قد بدأ العمل ومجرد بينوي نية، نوى الإنفاق وليس معه مال، كانش بينفق، ما واحد بقى كان معاه مال وبينفق، هو بينفق لحد ما المال نفد ولا زال ينوي، ده اللي أجره كان. لكن هو لم يحصل مالا للبدء، إنما بينوي زي ما الحديث بقى إيه؟ انتبه معي، فده اللي إيه؟ وقع أجره بنيته، يعني يأخذ مثلا منفق بالنية. طب والمنفق بالنية والمال لا، أجر زائد، بدليل ذهب أهل الدثور بالأجور. انتبه معي. طيب ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة، انتبه معي، ما سلكنا شعبا ولا واديا. خلفنا أي وراءنا، يعني خلفنا هنا الخلف يعني وراءنا بالمدينة، ما سلكنا شعبا إلا وهم معنا حبسهم العذر. أي ما سلكنا شعب، شعاب طرق في الصحراء، ماشي، أو واديا الأودية، طريق في الجبل، طرق في الجبال يعني بين جبلين، إلا كانوا معنا حبسهم الإيه؟ العذر، حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنه يقول عنهم هنا، يقول: هو وأبوه وجده صحابيون، الثلاثة صحابة رضوان الله عليهم. تبه معي. قال: كان أبي، يعني يقول كان أبي، مش أبي يزيد هنا يعني أبو يزيد، لا، أبي يزيد، عشان كده جاءت يزيد مرفوعة. كان أبي، ها، أبوه يعني يزيد، أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لك ما نويت، لأنه نوى، لم ينوي، لم يقصد أنه يعطاها، وإنما أخرجها لله عز وجل خالصة ونوى بذلك التقرب بها إلى الله وأخرجها. فجاء يزيد أخذها فقال له: خلاص، أنت لك ما نويت، حصلت الأجر بما أنفقت، اللي لك أن تحصل الأجر، تريد الأجر حسب نيتك، نويت بها التقرب إلى الله وقع أجرك على الله عز وجل، ونلت الأجر بحسب نيتك، وأنت يا معن لك ما أخذ، لك ما أخذ. انتبه معي، هناك فرق بين الزكاة والصدقة. الزكاة لا يجوز أن تعطى للأصول ولا الفروع، يعني لا يجوز أن تعطى للأب وما على، أباء الأب والأم وما على، ولا للابن والبنت وما نزل، وما نزل من أولاده لا يجوز أن تعطى. الصدقة بقى، تبه معي، يجوز المرأة أن يتصدق على ولده، يجوز أن يتصدق على ولده، يجوز أن يتصدق عليه، زي ما المرأة يجوز أن تصدق على زوجها وولدها، كما في حديث عبد الله بن مسعود زينب وقال لها إيه: زوجك وولدك أحق. طيب الصدق، فقالت: لا أفعل حتى أسأل النبي، فما سألته قال لها ذلك، أكد ما قاله عبد الله بن مسعود صلى الله عليه وسلم إن زوجها هو كان مع الولد، فيجوز التصدق على الولد. أما الزكاة لا، غير أن بعض أهل العلم ذكر إن الزكاة لا يجوز أن تعطى للولد إذا كانت نفقة واجبة، حالة نفقات الواجب. أما إن كان عليه غرم دين، كما ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين، فقال: رجل عليه دية أو غرم ولا يستطيع، هو فقير الابن، قال: فيجوز أن يعطي الأب الزكاة لولده لسداد دينه، لسداد الدين. هذا ما قال الشيخ ابن عثيمين. طيب، وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب
ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، متفق عليه. حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة، تعالوا كده بسرعة نأخذ المفردات وبعض الفوائد. هذا الحديث سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في عام حجة الوداع في مكة مرض ماشي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقال: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة. كان سيدنا سعد في هذا الوقت ليس له من الأولاد إلا ابنته واحدة، وأنا ذو مال، فيريد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بوجع هذا، يعني توقع يخشى الموت، مرض مخوف، كان مرض شديد اشتد به، يعني مرض شديد، مرض مخوف، فاشتد به المرض فأراد إنه هو يتقرب بأن ينفق. فبيقول له: يا رسول الله، أتصدق بثلثي مالي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. يعني معي الشطر اللي هو نصف المال؟ قال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير. يعني أجل لو بالثلث مع إشارة إن الثلث كثير، ولذلك استحب بعض العلم والصحابة كابن عباس وغيرهم من العلم أن يتصدق، أن يوصي المرء في الوصية بالربع بما دون الثلث، والبعض قال بالخمس كما ذهب الإمام الشافعي رحمه الله. إيه؟ قال: الثلث والثلث كثير، انتبه معي. ثم قال له: إنك إن تذر ورثتك أغنياء، تذر أي تترك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، انتبه معي، تذرهم عالة أي عالة على غيرهم، عالة على غيرهم، فقراء شديد الفقر، عالة على غيرهم، يتكففون الناس، يتكففون أي يمدون أكفهم بالسؤال للناس، يتكفف الناس، يمد كفه، تبه معي، يسأل الناس، تبه. فبقول له هنا أنك أنت انتظر الورث أغنياء خير من أن تذرهم عالة، يتكففون الناس. وفي هذا استحباب أن الإنسان يستحضر بالنية في جمع المال، طبعا مش معنى بقى ذلك أنه يترك الواجبات والطاعة، لا، نقصد إيه يعني، يبقى دائما النية حاضرة أن يكون من جملة نياته مع النفقة وأداء النفقات الواجبة وكف النفس عن السؤال وأداء الحقوق الواجبة على العبد وصلة الرحم، كذلك أن يذر ورثته أغنياء عندهم ما يكفيهم بدلا من أن يتكففون أي يمدون أكفهم يسألون الناس. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. هذا هو الشاهد من ضمن الحديث، أنت لن تنفق نفقة تتقرب بها إلى الله عز وجل يبتغي بها وجه الله، ده حقيقة الإخلاص، أن يبتغي المرء بعمله وجه الله، تبه معي، إلا ازددت بها درجة ورفعة، تبه معي، إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتي، يعني نلت الأجر عليها حتى ما تجعل في امرأتي، تضع اللقمة في امرأتي، تؤجر على
على هذا، انتبه معي، بالنية. ودي فيها إشارة إن الأعمال أي دي نفقة واجبة أو الأعمال يؤجر العبد عليها بنيته، يؤجر عليها العبد بنيته. يعني حتى المباح إذا نويت به التقرب إلى الله عز وجل، ها، تحول من عمل عادي إلى مباح، مباح ما فيش، إلى عمل مستحب فيه أجر. ولذلك البعض يقول عني إنها المحول العجيب التي تحول المباحات إلى مستحبات، يؤجر العبد عليها. وده أمر فيه يعني فطنة ينبغي يعني أن نفطن له، من فطنة السالك إلى الله عز وجل. كم من الأعمال المباحة تعمله، النوم والنفقة والعمل العادي، أعمال الدنيا وكذا من الأمور المباحة والجماع، وإن نويت التقرب إلى الله بذلك، انتبه معي، نلت الأجر على هذا، نلت الأجر. وده الفرق بقى بين العبد الفطن صاحب العلم والفقه، وأعني هنا فقه السير إلى الله تبارك وتعالى، الذي يستحضر النية في أعماله فيتقرب فيحصل من الأجور الكثيرة، يعني دي أعمال عادية بيعملها، انتبه معي، وبنيته تتحول إلى طاعات يتقرب بها إلى الله عز وجل. طيب ثم قال له، لما يقول له يا رسول الله أخلى بعض الناس، قال إنك لن تخلى فتعمل عملا، انت تخلف يعني سواء بقى تخلف بمرضك لو هم مشوا انت صرت بعدهم، او تخلف يطول عمرك بعد من يموت منهم، انتبه معي، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا زدت به درجه ورفعه. اشاره برضو ليه؟ للنيه. انك انت كلما يعني المرء سواء طال عمره وحسن عمله تقرب الى الله، يزداد من الطاعات، وهذه الطاعات متوقفه على نيته، نيه التقرب الى الله جل وعلا. ولعلك ان تخلف، انتبه، دي من اعلام نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان لم يكذب، لان الامر بيد الله، تخلف حتى ينتفع، قل له ان شاء الله هتخلف يطول عمرك فينتفع بك اقوام هم اهل الاسلام، ويضر بك اخرون اهل الشرك، وهو بما في جهادك وسعد قاضي القادسيه والمواقع، وجاهد وفتح البلدان فانتفع به اهل الاسلام، ها، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأضير بي أهل الشرك والكفر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا، انتبه معي، داعيا، اللهم أمضي لأصحابي هجرته. وده الإمام البخاري بوب بها باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أمضي لأصحابي هجرته. قال ومرثيته لمن مات بمكة، أي رثى من مات مكة. والمرثية والرثاء إنك تعدد محاسن الميت، محاسن الإيه؟ الميت. انتبه، يقول أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، أي أتم هجرتهم، ها، ولا تردهم على أعقابهم، ينقلبوا إلى 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 مكة مرة أخرى. وده فيه إشارة إلى أن من هاجر إلى المدينة يحرم عليه أن يعود، أن يرتد عن الهجرة ويرجع إلى الإيه؟ إلى المكان الذي هاجر منه. وده مش في مكة بس، بل على إن إنسان إذا ترك عملا لله لا ينبغي ان ايه؟ ان يعود فيه، ان يعود فيه. وبالذات الهجره، ان من هاجر حرم عليه ان يعود الى مكانه الاصلي بعد ذلك. انتبه، الا لمصلحه بقى، لو طلب منه ان يكون واليا او اماما في المكان او قد، لكن او حج بقى، يذهب الى الحج والعمره، لكن لا يعود الى اقامته في مكه، لانهم تركوها لله، تركوها، فلا يجوز ان يعود. ولذلك يقال تعرب، تعرب يعني ايه؟ يعني اذا ترك دار الهجرة وذهب إلى عاد إلى مكانه أو ما تعرف. ودي سماها النبي صلى الله عليه وسلم ردة على النقوص على الأعقاب، هي مش ردة بمعنى الخروج من الإسلام، لكن هذا لا يجوز، يكون إقبالك لا يجوز له، لا يجوز المهاجر هنا أن يدع دار الهجرة المدينة وأن يعود إلى مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تردهم على، أي أمضي لهم هجرتهم على التمام، على التمام، رضوان الله عليهم. لكن البائس سعد بن خولة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد بن خولة مات بمكة، فالنبي يرسي له هنا، مش والبائس هنا من البؤس وشدة الفقر، وليس معنى ذلك ان البائس انه لا، انما يتوجع، يعني ايه؟ ده التوجع هنا، النبي صلى الله عليه وسلم بيتألم لانه مات بايه؟ بمكة، ولم يمت بايه؟ بالمدينة. يرسي له ان هو لما مات مات بايه؟ بمكة.